جدا اهداف. شفتوا اهداف في الهدف الاول اللي كابتن محمود الخطيب عمله من فوق الجون، الهدف الثاني اللي جابه كابتن علاء ميهوب اللي بشماله، حاجه يعني حاجه جميله جدا. الهدف الثالث رقص فيه كابتن محمود الخطيب واحد واثنين وحطها في الجون، وهدف كوتوكو اللي اداله الكابتن مختار ورقص واحد واثنين، يعني بصراحه حاجه جميله جدا. كان لازم الرئيس الغاني يروح لكابتن محمود الخطيب ويدوله الكاس الافريقيه اللي شالها هو وكابتن مصطفى يونس، اجيال ذهبيه وافراد ذهبيه ونجوم ذهبيه، والناس ما حبتش الناس دي من فراغ. يعني مش عايز اطول عشان ما ناخدش وقت طويل، لكن عايز اقول لكم ان الناس ما بتحبش اي حد، الناس بتحب من قلبها وبتحب اللي يستاهل يتحب. حطوا تحت النقط دي مليون خط احمر، الناس بتحب اللي يستاهل يتحب وما بتحبش اي حد فعلا. يعني حاجة جميلة جدا، الحب ده بيجي من عند ربنا، وربنا يحبب في الناس اللي هي دايما بتدي من قلبها، يحبب فيها كل الناس. طيب نروح نشوف الأهلي أو أسماء الفرق اللي بتحمل اسم النادي الأهلي. شباب أهلي دبي الإماراتي يسعى لتدعيم صفوفه بالمهاجم الشيلي كارلوس سيلا الذي كان يلعب في صفوف اتحاد جدة السعودي، والذي ظهر مستوى طيب للغاية مما جعله هدف للنادي الإماراتي. طيب معايا على التليفون الناقد الرياضي بجريدة الاتحاد الإماراتية الأستاذ منير رحومة. أهلا وسهلا بك يا أستاذ منير. مساء النور كابتن عبد الحميد. مساء النور، كل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيب وبصحة وسلامة إن شاء الله يا رب. يعني طمني على الكرة الإماراتية بشكل عام قبل ما نتكلم تحديدا على نادي أهلي دبي الإماراتي. طبعا هي فترة الصيف يعني زي ما كل واحد يعني تعرف في دول الخليج يعني الحرارة مرتفعة، طبعا ما فيش نشاط خلال الفترة هذه. يعني تقريبا كل الأندية يعني في فترة إجازة. أول أسبوع من شهر يوليو حتبدأ إن شاء الله فترة التجمعات الداخلية بالنسبة للفرق، وانطلق نادي الوصل في دبي يعني في مرحلة الإعداد البدني. تليه طبعا خلال الأيام المقبلة العديد من الأندية العجمة الشارقة بالإضافة إلى نادي شباب الأهلي دبي. يعني حتبدأ إن شاء الله الإعداد الداخلي في دبي بانتظار السفر إلى معسكرات خارجية في دول أوروبا، ثم العودة في منتصف شهر أغسطس لطبعا خوض بعض التجارب الودية قبل انطلاقة الدوري الإماراتي في أواخر شهر 8. تمام. يعني استاذ منير يعني اسالك سؤال، اكيد الجماهير الاماراتيه واكيد طبعا الجماهير المصريه بيسالوا اين الكره الاماراتيه من الكره العالميه، وكيف يخطط الاتحاد الاماراتي للوصول بالكره الاماراتيه الى الكره العالميه؟ نعم بالضبط، هو هذا تقريبا يعني سؤال يعني يطرح على كل الدول العربيه، لكن اذا تكلمنا على كره الامارات يعني خاصه كانت تملك جيل ذهبي في السنوات الماضية، نجح في الوصول إلى كأس العالم للشباب، إلى الألعاب الأولمبية في لندن 2012 وقبل البلاء الحسن، وحقق نتائج إيجابية، وحتى على مستوى كأس آسيا في 2015 يعني أحرز المركز طبعا الثالث. كل المؤشرات للأمانة كانت تدل أن هذا المنتخب يعني قادر على الوصول إلى كأس العالم، وبعد طبعا المشاركة الأولى كانت في 1990 بإيطاليا. كل الجماهير هنا الإماراتية كانت تتوقع يعني هذا الجيل الذهبي بقيادة عموري الوصول إلى كأس العالم، لكن كانت خيبة أمل كبيرة في مشوار هذا المنتخب في التصفيات، وكانت نتائج سلبية. هناك العديد من المشاكل ظهرت. طبعا اليوم الاتحاد الإماراتي يحاول جاهدا معالجة المشاكل التي حصلت خاصة على مستوى ضعف الإمكانيات المهاجمين. نعلم أن الدوري الإماراتي أغلب المهاجمين هم أجانب، هناك محاولات لدعم العنصر المواطن، منح الثقة للاعب المهاجم حتى يعني يشارك ويستفيد من المباريات الودية والرسمية ويكون إضافة للمنتخب. فهناك محاولات، خاصة كما نعلم أن المنتخب الإماراتي مقبل على مشاركة مهمة جدا في بداية شهر 1 2019، وهي كأس أمم آسيا التي ستقام هنا في دولة الإمارات. أعتقد يعني هي تحدي كبير بالنسبة للكرة الإماراتية بعد أن وصلت إلى الدور النهائي سابقا وأحرزت المركز الثاني، فاليوم الرهان كبير تلعب أمام جماهيرها وأمام أعلام العالية. فطبعا اللقب هو مطمح الجماهير الإماراتية في الفترة المقبلة،
نتمنى طبعا التوفيق، نتمنى النجاح لمنتخب الامارات وتحقيق ما يعني يصبو اليه خلال المرحله المقبله. اكيد يعني كل التوفيق للكره الاماراتيه ان شاء الله زميلين. يعني طمنا بقى على نادي شباب اهلي دبي والتدعيمات التي دعمها هذا النادي لاستقبال الموسم الجديد. بالضبط، يعني هو شباب اهلي دبي هذا هو كيان جديد كان يحمل اسم النادي الاهلي، وتم دمجه طبعا مع نادي الشباب، نادي عريق معروف يعني في أكيد أكيد والعربي ونادي دبي، وأصبح يحمل اسم شباب الأهلي دبي. فالموسم الأول كان هو موسم انتقالي الموسم الماضي، يعني من المشاكل كانت موجودة في هذا النادي، لكن طبعا طموحات كبيرة والأهداف كبيرة جدا بالنسبة لهذا النادي الذي يحمل اسم كبير جدا وهنا في دبي والمنطقة، وهو شباب الأهلي. فأعتقد المسؤولين يعني بدأوا تحركات قوية وقوية جدا في هذا الموسم إعدادا لبناء فريق قادر على المنافسة. وللأمانة هو النادي الأهلي يعني منذ أن كان فريق بطولات، يعني تمام أكيد، يعني ينافس على مستوى الآسيوي وينافس على المستوى الخليجي طبعا على المستوى المحلي، هو يعني من الفرق دائما مرشح للألقاب. لكن هذا الموسم شاهدنا يعني تعاقد إدارة النادي مع المدرب التشيلي سيارا، مدرب الاتحاد السعودي، وسيتم خلال الأسبوع المقبل يعني عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل هذا التعاقد، بالإضافة إلى الخطوات الأولى كانت تعاقد مع أربع يعني ثلاث لاعبين بالتحديد مواطنين، هم أحمد خليل الابن الأصلي للنادي الأهلي، انتقل إلى نادي الجزيرة ثم إلى نادي العين وعاد من جديد إلى بيته شباب الأهلي، وطبعا هو هداف وفاز بلقب أفضل لاعب على مستوى آسيا، بالإضافة إلى مهاجم مميز لاعب خط وسط ومهاجم أحمد العطاس كان في نادي الجزيرة انتقل إلى شباب الأهلي، وعبد الله ولاعب ثلاث صفقات على مستوى اللاعبين المواطنين الإماراتيين، وصفقة الأجانب بدأت بالتعاقد مع رايمون دياز هذا اللاعب الأرجنتيني الذي يلعب في الدوري الأمريكي، لاعب مميز جدا صانع ألعاب ويعني له طابع هجومي مميز، هي صفقة ناجحة بكل المقاييس ستكون مفيدة بحسب توقعاتنا. الصفقات المقبلة يعني قريبا هناك مفاوضات كثيرة مع لاعبين يعني ينفذون في المنطقة الخليجية في الدوري السعودي مثلا، بالإضافة إلى وجود يعني لاعب محترف يعني لوبانور هو لاعب مالدوفي من أصل برازيلي، يعني موجود ضمن قائمة اللاعبين الأجانب من الموسم الماضي، وهو تقريبا اللاعب الأجنبي الوحيد الذي سيستمر خلال الموسم المقبل. طبعا هذه أولى التحركات على المستوى تعاقدات بالنسبة لشباب الأهلي بعد تشكيل شركة الكرة في النادي شباب الأهلي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم، هو الذي سيقود يعني شركة الكرة وكل ما يتعلق بأمور الكرة في الموسم المقبل. فهي تحركات إدارية، تحركات فنية، هناك جهود كبيرة مبذولة للأمانة يعني تشكر بالنسبة لهذا النادي للعودة إلى المكان الطبيعي، وهو المنافسة على مستوى الألقاب المحلية سواء في الدوري الإماراتي أو على مستوى الألقاب الآسيوية في الفترة. أكيد يعني زميل كل التوفيق للكرة الإماراتية أولا، وإن شاء الله تعودوا لمكانكم الطبيعي الإمارات بلدنا الثانية. عشان كده أنا سألتك السؤال الأول، أين الكرة الإماراتية والكرة العالمية؟ الإمارات إحنا بنعشقها يعني كشعب مصري، إن شاء الله توصل.